استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصفرية أمس صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، وذلك بمناسبة زيارته للمملكة. وقد رحب جلالة الملك المفدى بصاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، مشيدا جلالته بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين والشقيقة المملكة الأردنية الهاشمية، وما تشهده هذه العلاقات العريقة من تقدم وتطور في كافة الميادين بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين. كما نوه جلالته باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال بالقضايا الفكرية والثقافية والأدبية والاقتصادية ونشاطاته الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الفكر العربي. وقد أقام جلالة الملك المفدى مأدبة عشاء تكريما لسمو الأمير الحسن بن طلال. وكان معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، يرافقه نجله صاحب السمو الملكي الأمير راشد بن الحسن لدى وصول سموه إلى البلاد. كما كان في الاستقبال الشريف جميل بن ناصر والسيد سامي غوشة القائم بأعمال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في البحرين، وسعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي محافظ محافظة المحرق.